طيب زي ما اتفقنا مع حضراتكم وزي ما سمعنا طبعا في المؤتمر الصحفي انه في كانت عده معايير، اهمها طبعا الثقافه والخبره اللي بيتمتع بيها المدير الفني، واعتقد انه خبره موسيماني ارقامه وبطولاته اللي حققها مع سان داونز كانت كفيله انه يكون واحد من افضل السيفيهات المقدمه. ايضا التوقيت، فكره انه يتولى المسؤوليه بشكل سريع جدا يساعد الاهلي انه يستكمل مشواره في بطوله دوري الابطال افريقيا، كان واحد من اهم المعايير، بالاضافه طبعا لمعرفته ودرايته سواء بالكره الافريقيه بشكل عام واهم الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي او النادي الاهلي شخصيا والتيم بتاعه بشكل خاص. كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط هو ضيفنا دلوقتي ونتكلم معاه عن التعاقد مع موسيماني اللي بيتهيألي كابتن محسن اضافه قويه في توقيت صعب وحرج جدا بتنتظر فيه جماهير النادي الاهلي الكثير والكثير، وخصوصا طبعا النجمه التاسعه او دوري ابطال افريقيا. هو طبعا يعني الموقف كان طارئ وكان يتطلب تحرك سريع، ويعني للاسف استاذنك بس نعلي الصوت شويه يا كابتن محسن عشان صوتي بواصل للناس. اتفضل. الظرف كان طارئ لم نكن نتوقعه. أيوه. والتحرك كان لابد ان يكون سريع لايجاد بديل مناسب. انت بتتكلم في معايير، يعني دي اكتر معايير كانت مطلوبه في هذا التوقيت في هذا الاختيار. يعني انت بتتكلم عايز معيار مدرب مؤهل، مدرب عنده خبره، مدرب عنده تاريخ، مدرب عنده بطولات، مدرب عنده درايه كامله بالبطولات الافريقيه، مدرب صغير في السن، مدرب من بلد على علاقه جيده مع مصر، مدرب عنده الخلفيه التامه على النادي الاهلي وعلى لعيبه الاهلي وعلى البطولات الافريقيه. من الصعب انك انت تجد الكواليتي ده في وقت ضيق جدا حتى لو في وقت طويل. يعني انا شخصيا مندهش ان احنا وجدنا، بغض النظر عن ما سيحدث مستقبلا، يعني انك انت بتبحث عن مستقبل شروط لابد من توفرها لتحقيق النجاح، والنجاح في النهايه بيد الله سبحانه وتعالى. انت يعني كابتن محسن خلينا نتكلم كوره شويه، لانه يعني حتى الكلام ده كنت لسه بتكلم فيه مع كابتن زكريا ناصف 15 يوم قبل ماتش مهم وتقيل زي ماتش الوداد. ما تعتقدش انها يعني ظروف قاسيه جدا بيتعرض ليها موسيماني، خصوصا انه جماهير الاهلي الحقيقه عامله ضغط شديد، بتتوقع انه ان شاء الله الفريق يكون ليه فرصه كبيره جدا في الوصول لنهائي افريقيا. هل تتوقع انه ده ياثر سلبا على موسيماني في بدايه توليه المسؤوليه؟ هي طبعا معوقات، يعني اي مدرب بالنسبه له عشان ينجح لابد انه ياخد الوقت المناسب، ياخد المعلومه المناسبه، ياخد تجارب، يدرس امور الفريق، كل ده طبعا يعني متاح ولكن بنسب قليله، وبالتالي فهو الى ان يتمكن من الرؤيه الشامله في حاجه الى معاونة صديق زي ما بنقول. ومعاه يعني ايه نوع المعاونة اللي هتقدمها ادارة النادي او هتقدمها لجنة التخطيط لموسيماني عشان تساعده انه يتجاوز المرحلة الصعبة دي باسرع وقت ممكن؟ يعني الادارة موفرة كل شيء للفريق، فريق بدون مشاكل بدون اي احتياجات، ما عندناش اي ظروف طارئة، كل ما في الامر حاجتين، اصابات موجودة، نقص في الصفوف، وضيق وقت بالنسبة للمدرب. ولكن أنا شايف أنه موسيماني جاي عنده حماس شديد جدا، لدرجة أنه يعني وصل الصبح عمل الاجتماع مع رئيس النادي مع اللجنة مع الفرقة في التمرين، كل ده في يوم واحد. وبعدين من حديث معاه استشعرت السعادة اللي هو فيها والحماس والتمسك بالفرصة لإثبات الذات. الوقت ضيق صحيح، لكن إن شاء الله أنه يستطيع بمعونة من بقي في الجهاز، كابتن سامي امصان، كابتن سيد عبد الحفيظ ومدرب حراس المرمى، ان هو يلم ببعض المعلومات. في ثلاث مباريات ما زالت موجوده في الدوري، يستطيع من خلال هذه المباريات ان هو يقيم الاداء اللاعبين ويعطي فرص ويعطي بعض التجارب. ايه اللي بيميز كره موسيماني من وجهه نظر كابتن محسن صالح؟ هو الكره الجنوب افريقيه فيها كتير من التشابه بالكره المصريه، الكره بتعتمد على مهارات لاعبين، بتعتمد على شق هجومي، بتعتمد على بعض الجماليات، بتعتمد على الانتشار الجيد في الملعب، على طرق اللعب، فكل ده متشابه بينه وبينهم، وبالتالي هو مش هيجد صعوبه في انه هو يحط هذا الفكر، هو هيجد صعوبه فقط في ضيق الوقت واختيار
العناصر او الخروج من ازمه الاصابات في بعض المراكز الحساسه في الفريق. تتوقع بصمه موسيماني على الفيرست تيم في النادي الاهلي تبان بعد قد ايه تقريبا؟ والله لو ربنا ارايد ممكن من اول مباراه تبان بركاته. يعني زي ما بيقولوا، يعني الكوره فيها كتير من التوفيق وفيها كتير من القرارات القدرية. انه ربنا لما يحب يكرم بيكرم، حتى لو كان في نواقص ربنا يعني بيسهلها. ان شاء الله ربنا يسهلها ونمر من عنق الزجاجة ومن هذا الموقف اللي اضطرينا ان احنا نخوضه ووضعنا فيه غصب عن النادي الاهلي. النادي الاهلي من الاندية اللي تحب الاستقرار حقيقي. ولكن فايلر واسلوبه المتغير و القرارات الغير واضحة العكسية والتصريحات لصحف خارجية يوحي كلها بأن الرجل يعني بيمهد للمغادرة، فكان لابد من التحرك السريع لاختيار الحلول المثلى، لأن النادي الأهلي ما ينفعش أن هو يقعد مدة طويلة يبحث عن مدربين أو يوضع في هذا المركز. ما ينفعش. النادي الأهلي يعني نادي عريق، نادي كبير، طول عمر النادي الأهلي مشهور بالتخطيط طويل المدى وقصير المدى. فكان في خلية، فعلا خلية عمل كونها بسرعة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على الكورة، وبمساعدة لجنة التخطيط درسنا كل السير الذاتية، والحمد لله أن ربنا وفقنا في هذا الرجل. وكان في مجموعة أخرى مستعدة، مجرد سماع اسم النادي الأهلي كان بيجد قبول مباشر من كبار مدربين. أيوة. ولكن احنا وجدنا انه المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة لبطولة أفريقية عند هذا الرجل، بطل دوري، بطل كاس، بطل سوبر، بطل أفريقيا، بطل وصل كاس عالم للأندية، مسك منتخب بلد وجنوب أفريقيا، عمل مع مدربين كبار في السن، تاريخه السابق لاعب دولي سابق، كل الأمور اللي يجب توفرها أو يستحسن توفرها في المدرب كانت موجودة فيه. نتمنى أن احنا نستثمر كل هذه المواصفات ويكون التوفيق حلفنا بإذن الله إن شاء الله. حال التفاؤل عند جماهير النادي الأهلي، نتمنى إن شاء الله أنه تجربة تكون ناجحة تضيف لموسيماني وتضيف أيضا للنادي الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا. أشكرك. كابتن محسن صالح، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم، اعتبارات يمكن كتير جدا رجحت كفة موسيماني عشان يتولى مسؤولية النادي الأهلي، خصوصا انه طبعا الجماهير عينها وعقلها وقلبها متعلق بالبطولة الأفريقية. 15 يوم يمكن او اقل بيفصلونا عن قبل نهائي افريقيا في مباراه من عيار التقيل، مباراه مع الوداد البيضاوي. كتير من الخبراء زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من مناسبه بيشوفوا على انها تعتبر نهائي مبكر.